الأفكادينيا من الثمار المذهلة القادمة إلينا من الصين، انتشرت زراعتها في دول شرق آسيا قديماً، فقد تم نقلها إلى كل من اليابان والهند منذ ما يزيد عن 1000 عام، ومن ثم انتقلت إلى مناطق حوض البحر الأبيض المتوسط بعد ازدهار التجارة العربية. فقد حظيت ثمار الأفكادينيا بشعبية كبيرة خاصة في بلاد الشام وشمال إفريقيا، لكنها لم تنمو في أوروبا إلا في وقت متأخر، فلم يذكر أي شيء عن زراعتها قبل القرن 16، وكانت إسبانيا أول من حظيت بزراعتها في العام 1699. بعدها اجتاحت أشجار الأفكادينيا فرنسا في القرن 17 وصولا إلى جنوب إنجلترا، فقد كانت ثمارها شائعة في أسواقها في القرن 18. من جهة أخرى، نقل الصينيون أنفسهم ثمارها إلى جزر هاواي في عام 1831، فبعد ازدياد أعداد المهاجرين إلى أمريكا تم العثور على أشجار الأفكادينيا في ساحات العديد من المهاجرين إلى هاواي. تحتوي الأفكادينيا على العديد من الأحماض والمركبات كحمض الماليك وحمض الطرطريك وحمض الليمون وحمض الكلوروجينيك، بالإضافة إلى احتوائها على نسبة مرتفعة من البكتين، وهو مركب فعال في خفض مستويات الكوليسترول بالدم بتقليل امتصاص الأحماض الصفراوية من الدهون، كما أنه يحتفظ بليونة الأمعاء والقولون، وتساعد محتوياته من الألياف على حماية الغشاء المخاطي بتقليل مدة التعرض للمواد السامة، مما يقلل احتمال الإصابة بالسرطان في القولون. وتساهم الفلافونويدات على الحماية من سرطان الرئة وسرطان الفم، كما أن محتواه من الفينولات تعمل كمضادات للأكسدة. لقد شكلت ثمار الأفكادينيا جانبا طبيا في تقاليد العلاج الشعبي في الصين، فقد استخدم شراب الأفكادينيا لتهدئة الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي، فهو يلطف الحلق وبوضع قطرات منه يعالج ويهدئ السعال، كما أنه مقشع يذيب البلغم وينقي الرئتين ويوقف الشعور بالغثيان. تعد الأفكادينيا من المصادر الهامة لفيتامين ألف، فقد أظهرت دراسات مخبرية بأن استهلاك الفواكه الطبيعية الغنية بهذا الفيتامين تحافظ على سلامة البشرة والأسنان والأغشية المخاطية، كما أنه يلعب دورا هاما في سلامة العين والإبصار، وهي تضم مجموعة من فيتامين با مثل حمض البيرودكسين والفوليك والثيامين والنياسين والرايبوفلافين، بالإضافة إلى نسبة قليلة من فيتامين جيم. والأفكادينيا تحتوي على العديد من الأملاح المعدنية لكنها بنسب متفاوتة، يشكل البوتاسيوم النسبة الأكبر منها، فهو يحافظ على نسب السوائل في خلايا الجسم ويساعد بالتحكم في معدل ضربات القلب وضغط الدم أيضا. أما الحديد والنحاس فهما يمثلان عاملا جيدا في تكوين كريات الدم الحمراء، بالإضافة إلى احتوائها على المغنيسيوم والزنك والكالسيوم. ويحذر الأطباء من تناول بذورها فهي سامة، واستهلاك الكثير يسبب ضيق التنفس والتقيؤ. في القرن 19 أصبحت زراعة الأفكادينيا مألوفة وانتشرت في الكثير من البلدان، فقد بلغت المساحات المزروعة من أشجار الأفكادينيا حول العالم نحو 62 ألف هكتار، بمعدل إنتاج يساوي 314 ألف طن سنوياً. وحسب الإحصائيات الدولية بلغ عدد أكبر الدول المنتجة لها 13 دولة. تنتج الصين وحدها ما يزيد عن 70% من الإنتاج العالمي، فقد بلغ إنتاجها نحو 200 ألف طن سنوياً بمساحة 42 ألف هكتار، بينما تحتل إسبانيا المركز الثاني بإنتاج يصل إلى 41 ألف طن سنوياً.
أما الباكستان فقد بلغ إنتاجها قرابة 16 ألف طن سنوياً، وبسبب الأجواء المناسبة لزراعتها في تركيا فقد بلغ إنتاجها نحو 13 ألف طن سنوياً. وبالرغم من أن اليابان هي الموطن الثاني للأسكادينيا، إلا أنها في المركز الخامس عالمياً بإنتاج يصل إلى 10 آلاف طن سنوياً.